أبان على إمكانيات كبيرة خاصة في الاستحواذ على الكرة الإيجابي، يعني كان يتقدم مليح بالكرة وخلق لنا عدة مشاكل، يعني ما فيش كرات كثيرة، كانت فرص كثيرة للتهديف، إلا أنه كان يستحوذ كثير على الكرة وكان بإمكانه أن كان يقدر يباغتنا في العديد من المرات. إلا أن اليوم اللقاء اللي تميز اليوم اللي تميزوا به لاعبينا هو يعني انتفاضة ورد فعل قوي من لاعبينا. الهدف هذاك ممكن أثر شوية علينا، رغم أنه في بداية المباراة يعني حذرنا اللاعبين سورتو كيف لي با دوني دو دونسيتي في لاكس الفريق ويفير ستيف شوز، خطأ واحد خلصناه يعني كاش. هذا وأكد نذير الكناوي مدرب اتحاد بسكرة بأنه ينوي الرحيل من على رأس الفريق بعد مواجهة شباب قسنطينة. بيسكو لو بروبليم راهو في الكناوي، يعني قلت لك كي توصلت مناصر يقول لك واش قاعد دير ثلاث سنين انت طولت هنا، اخويا من حقهم وانا نشوف درك مع رئيس النادي ما نجمش ندير حوايج وهو غايب، وبعد المباراة تاع شباب قسنطينة ما على الرئيس الا يبحث على مدرب عنده الوقت، كاين اون تريف تاع 15 جور ان شاء الله الفريق هذا نتمنى له كل خير، عشت معاه لي بون مومون. جيساي دو فير لو ماكسيموم رغم انه التحضيرات كانت يعني متاخره، هذا بلا ما نتكلموا على امور اخرى اللي نخليوها الاداريين هما اللي يتكلموا عليهم، يعني امور الفريق والزيها.